الضيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي محمد، والنهاردة هنتكلم عن التلسكوب. النهاردة التلسكوب ده بيتكون من عدستين مكبرتين، وبتحط مثلا أي حاجة تحت. طبعا احنا عندنا هنا مجسم للتلسكوب، هنوريه لكم دلوقتي. هو ده مجسم للتلسكوب، مجسم للتلسكوب، بس هيلف الكاميرا. هو ده مجسم للتلسكوب اللي احنا بنتكلم عليه واساس كلامنا عليه دلوقتي. بص، هو انا معايا صباع صغير حاطه، بس هو مش كبير يعني. وبصوا تقريبا صبعه اهوت. بص هوريكم صبعه هنا كبر اهو، شفتوا؟ عشان بصوا. وهنوريكم بقى كلام عن التلسكوب هنا، لو انتوا عايزين تقروا، بس تقريبا الكلام مش واضح، معلش الكلام مش واضح. ودلوقتي نرجع للفيديو بتاع، ورجعنا لكم بعد ما وريناكم مجسم. دلوقتي هنكلمكم بقى عن التلسكوب. التلسكوب ده يساعدنا في رؤية الأشياء الصغيرة جدا، فإن المناظر تكون أقرب، يساعدنا في رؤية الأشياء البعيدة جدا. وقد بني أول تلسكوب في هولندا في حوالي عام 1608، وأول واحد مسكه هو الإيطالي جاليليو. هو أول شخص استخدم التلسكوب ليراقب النجوم والكواكب، وقد أدت مشاهداته إلى تغيير كثير من الأفكار عن الكون. والتلسكوبات الأولى كانت الضوء لتكوين صورة، وما زالت العدسات تستخدم في الانعكاس، حيث تتكون الصورة بواسطة المراية، وأكبرها لها مرآة رئيسية يبلغ قطرها عدة أمتار. ماشي، وكمان ان التلسكوب ده هو ايه التلسكوب ده؟ ممكن يعني اصلا ممكن التلسكوب ده يساعدنا في ان احنا نراقب النجوم، الاقمار، مجموعاتنا الشمسية. وزي ما قلت ان احنا ممكن نراقب النجوم، الاقمار، الكواكب، ممكن كمان نشوف مجموعاتنا الشمسية عشان نشوف الكواكب بتخرج من مسارها ولا لا، يعني المحور بتاعها، ونشوف العالم بتاعنا اللي بيحصل فيه. وكمان ان احنا في اطباء بيستعملوا الميكروسكوب ان هم يشوفوا الجراثيم، عشان يشوفوا علاجها، عشان يطلعوا منها علاج، ليها علاج اصلا، ويشوفوا البكتيريا عشان كمان انتوا عارفين ان العدسات بتاعت الميكروسكوب دوت يعني مستخدمه في نظارات النظر. في ناس لو انت مثلا بصرك ضعيف، ممكن ان انت تلبس النظاره دي. النظارات دي نظارات مكبره، يعني انت ممكن تشوف الحاجه اقرب واضحه. تستخدم النظارات والعدسات اللاصقه في تصحيح عيوب الابصار، فمثلا يصحح طول النظر بوضع عدسه محدبه امام العين، اي عندما يكون الشخص غير قادر على رؤيه، مش شايف الحاجات اللي قدامه او مش مسخنها كده. والاجسام القريبه يعني انت كده، انا كده قدامك مش شايف حاجه عشان انا مش لابس نظاره وبصري ضعيف. بصري مثلا ضعيف، فيكون الشخص غير قادر على رؤية الأجسام القريبة بوضوح. وقد استخدمت النظارات في الصين وأوروبا منذ القرن الثالث عشر. وكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب تكونوا استمتعتوا. والمشترك يشترك وسبسكرايب ولايك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، واعملوا لنا تعليقات وقولوا لنا عايزين. والسؤال اللي هو بعد الفيديو هو: الميكروسكوب موجود ليه؟ ودوت السؤال دوت المفروض تجاوبوا عليه في الكومنتات تحت في الكومنتات. وما تنسوش زي ما قلنا لكم سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم. بس كلامنا عليه دلوقتي. بص، هو انا معايا صباع صغير حاطه، بس هو مش كبير يعني. وبصوا تقريبا صبعه اهوت. بص هوريكم صبعه هنا كبر اهو، شفتوا؟ عشان بصوا. وهنوريكم بقى كلام عن التلسكوب هنا، لو انتوا عايزين تقروا، بس تقريبا الكلام مش واضح، معلش الكلام مش واضح. ودلوقتي نرجع للفيديو بتاع، ورجعنا لكم بعد ما وريناكم مجسم. دلوقتي هنكلمكم بقى عن التلسكوب.
التلسكوب ده يساعدنا في رؤية الأشياء الصغيرة جدا، فإن المناظر تكون أقرب، يساعدنا في رؤية الأشياء البعيدة جدا. وقد بني أول تلسكوب في هولندا في حوالي عام 1608، وأول واحد مسكه هو الإيطالي جاليليو. هو أول شخص استخدم التلسكوب ليراقب النجوم والكواكب، وقد أدت مشاهداته إلى تغيير كثير من الأفكار عن الكون. والتلسكوبات الأولى كانت الضوء لتكوين صورة، وما زالت العدسات تستخدم في الانعكاس حيث تتكون الصورة بواسطة المراية، وأكبرها لها مرآة رئيسية يبلغ قطرها عدة أمتار. ماشي، وكمان ان التلسكوب ده هو ايه التلسكوب ده؟ ممكن اصلا ممكن التلسكوب ده يساعدنا في ان احنا نراقب النجوم، الاقمار، مجموعاتنا الشمسية، وزي ما قلت ان احنا ممكن نراقب النجوم، الاقمار، الكواكب، وممكن كمان نشوف مجموعاتنا الشمسية عشان نشوف الكواكب، يعني الكواكب بتخرج من مسارها ولا لا، يعني المحور بتاعها، المحور بتاعها، ونشوف العالم بتاعنا اللي بيحصل فيه. وكمان ان احنا في اطباء بيستعملوا الميكروسكوب ان هم يشوفوا الجراثيم عشان يشوفوا علاجها، عشان يطلعوا منها علاج، ليها علاج اصلا، ويشوفوا البكتيريا عشان وكمان انتوا عارفين ان العدسات بتاعت الميكروسكوب دوت يعني مستخدمه في نظارات النظر، يعني لما انت في ناس لو انت مثلا ايه بصرك ضعيف ممكن ان انت تلبس النظاره دي، النظارات دي نظارات مكبره، يعني انت ممكن تشوف الحاجه اقرب واضحه ودوت. ومثلا ايه تستخدم النظارات والعدسات اللاصقه في تصحيح عيوب الابصار، فمثلا يصحح طول النظر بوضع عدسة محددة أمام العين، أي عندما يكون الشخص غير قادر على يعني رؤية مش شايف الحاجات اللي قدامه أو مش مسخنها كده، والأجسام القريبة يعني أنت كده أنا كده قدامك مش شايف حاجة عشان أنا مش لابس نظارة وبصري ضعيف. بصري مثلا ضعيف، فيكون الشخص غير قادر على رؤية الأجسام القريبة بوضوح. وقد استخدمت النظارات في الصين وأوروبا منذ القرن الثالث عشر. وكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب تكونوا استمتعتوا، والمعلومات يشترك وسبسكرايب ولايك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، واعملوا لنا تعليقات وقولوا لنا عايزين والسؤال اللي هو بعد الفيديو هو الميكروسكوب موجود ليه؟ ودوت السؤال دوت المفروض تجاوبوا عليه في الكومنتات تحت في الكومنتات، وما تنسوش زي ما قلنا لكم سبسكرايب لايك وشير، والسلام عليكم.